بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب قنوا لينكس. معكم عبد المجيب. اليوم راح اتكلم عن البناء من المصدر نظريا، كيف نقدر نسوي بناء من المصدر. تمام، خلينا نشرب شاي شوي. تمام، فالبناء من المصدر عباره عن عمليه يسوي المستخدم هذه عشان يحصل على برنامج يشتغل. فيكون عندك برنامج او مصدر برنامج، اوكي، سورس برنامج ايا كان اسمه. تمام، ثم راح تجمع هذا السورس عشان يكون قابل للاستخدام. فبس هذه فكرته. ماشي، عندك البرامج. طبعا احنا يمكن اذا كنت شفت احد فيديوهاتي سابقا قلت لك انه في اكثر من طريقه لتثبيت البرامج، من ضمنها البناء من المصدر. تمام، هذه فكره درس اليوم. تمام، اللي هو البناء من المصدر. البرامج تجيك بشكل حزمه، صح ولا لا؟ يعني تحصل على حزمه معينه، تبلك لك الحزمه هذه او ضغطه واحده او ايا كان، ثم تثبت الحزمه هذه. صح صح، الحزمه هذه مهيئه انها تشتغل على توزيعتك انت. تمام، فانت اذا عندك مستودع برامج مثلا على توزيعة ابونتو 12.4، البرامج الموجودة بالمستودع هذا على كلها متوافقة مع ابونتو 12.4، ما فيها اي مشكلة. ايضا الحزم اللي انت تجيبه ما تشتغل على طول مباشرة، في مكتبات خاصة بالحزمة هذه. لما تجيب الحزمة، برنامج التحزيم هذا مبرمج بطريقة معينة انه يجلب لك كل المكتبات وشغله، ماشي، ينزلك تلقائيا. عشان كذا احيانا تجي تنزل برنامج تكتشف انه ما ينزل ملف واحد، ينزل معه حاجات ثانية كثيرة. تمام، هذه هي اللي هي التحزيم. عشان كذا احنا عندنا مدير برامج زي الابت، زي الباكمان، زي الواي يو ام، ار بي ام، ايا كان. تمام، فهذه فكره اللي هي مدير البرامج، انه والله ينزل حزمه وجمع اعتمادياته ونزل لك، يريحك الموضوع اللي هو البناء من المصدر. بعض التوزيعات ما زالت تستخدم البناء من المصدر، تمام، كشيء رئيسي بالتوزيع، زي جنتو. جنتو فيها مدير برامج، مدير برامج الموجود بالجنتو. تمام، يجيب لك كل حاجه ويبدا يبنيها من المصدر. ماشي، يبني من الماستر. تمام، لذلك تاخذ عمليه طويله جدا تثبيت البرامج على جنتو، وتثبيت جنتو نفسه ياخذ برنامج طويلة. ايضا سلاكوير فيها مستودع برامج، لكن سلاكوير ايضا تحتاج انك تبني من الماستر حاجات كثيره غير موجوده على المستودع. تمام، طيب الحين خلينا ناخذ مثال علشان نفهم الفكره. اوكي، نشيل هذا الشخص نحطه هنا، ثم نجيب هذا. ماشي، طيب راح نرمز لي التوزيع عندنا. طبعا خلينا ناخذ مثال على توزيعات، ما نبي نتكلم عن ارتشنكس، ديبيان. ماشي، لنفترض انك توزيعة ديبيان 7. ماشي، توزيعة ديبيان 7 فيها مكتبة رئيسية، المكتبة الرئيسية راح نرمز له بالمكعب. وين راح المكعب؟ مكعب. شوف انا قاعد ما راح امشي لين طلع المكعب ذا، وين راح؟ هنا هو، هنا. طيب هذا المكعب. ماشي، لنفترض ان المكتبة هذه اصدارته 5. اوكي، ولو نكبر خط الخمسة هذا يا مدير. ماشي، نعطيه مثلا، اوكي، هذا المكتبه رقم 5. المكتبه رقم 5 هذه مهمه. ليش؟ لان عندك في المكتبه رقم 5 في عندك برامج ثانيه. فمثلا لو جينا هالحين ناخذ امثله بسيطه، عندك برنامج هذا، برنامج هذا، ناخذ له اكثر من نسخه. ماشي، البرامج هذه كلها تشتغل على الحزمه هذه اللي هي رقم 5، اوكي، او المكتبه رقم 5. ماشي، جميل. فالآن عندنا البرامج هذه يا أستاذي كلها تشتغل هنا. بالعقد يصلح خطوط، الله يسالفة، اصبر شوي خلينا نقضي. المهم أنتم عارفين وش قصدي. تمام، هذول أيضا نفس الحكاية كلنا نشتغل مع الحزمة هذه. أوكي، طيب راح تجيب برنامج الحين، البرنامج هذا راح تسوي لي بناء من المصدر. أوكي، البناء من المصدر راح نرمز له برمج المثلث، المثلث غبي. تمام، نجيب مثلث الحين نقول ماسون يعني عشان يحط مثلث، اعرفكم فاضيين. ماشي، فجبنا البرنامج هذا. اوكي، البرنامج هذا علشان يشتغل يطلب اصدار الرقم كم؟ مو بخمسه، 4. فايش راح تسوي انت؟ على طول تلقائيا جيت شفت انه البرنامج هذا موجوده، عفوا خلينا نقول انه يطلب 5. اوكي، حلو، جميل جدا، والله الاعتماديه رقم 5 موجوده، لكن في مكتبة ثانية. اوكي، هنا راح نحطها، المكتبة هذه اصدارتها 3. ماشي، البرنامج هذا طبعا 3 هذه تشغل البرامج هذه، يعني هذا واحد من البرامج يشتغل 3. اوكي، المجموعة هذه تشتغل 3، لكن هذا البرنامج يطلب 2. اوكي، ايش راح تسوي؟ راح تحاول تغير هذا، تحط 2، تنزل اللي هي الحزمه تحط 2، ما راح يمشي الموضوع، لانك لو حطيت هذه 2 البرامج هذه كلها راح تتعطل عشان خاطر برنامج واحد. فالبرنامج هذا بيكون شغال مع 5، مع 2 ما راح يكون شغال، لذلك ما راح يشتغل. تمام، هذه هي اشكاليه البناء من المصدر. تمام، ف
اذا كان عندك اشكاليه مع الحزم او مع المكتبات الاعتماديات ما راح يشتغل البرنامج، انسى. تمام، او راح يشتغل تكتشف انه في خاصيه معينه البرنامج هذه متعطله ولا تقدر تشغله. تمام، وغالبا البرامج اصلا ترفض ان تشتغل اذا كانت الحزم ناقصه او الاعتماديات ناقصه. اوكي طيب، نرجع نحط هذه ثلاثه. اوكي، لنفترض انه ثلاثه ايضا متوافقه، جبنا ثلاثه. اوكي، ثلاثة موجودة وخمسة موجودة، لكن في مكتبة ناقصة غير مثبتة بالنظام. أوكي، المكتبة هذه هنا نحطها مثلاً، المكتبة هذه إصدارة سبعة. أوكي، المكتبة إصدارة سبعة هذه تمام غير موجودة، راح تجيبها أنت وتدخلها بالنظام. أوكي، جبنا المكتبة هذه حطنا وقعدنا نسوي لها تحزيم. طبعاً المكتبة هذه فيه أشياء ثانية تطلبها. أوكي، راح تطلب لك والله تقول لك إني أنا أحتاج إلى المكتبة الفلانية. أوكي، احتاج الى المكتبه هذه والمكتبه هذه. اوكي، والمكتبه هذه. اوكي، المكتبات الثلاث هذه موجوده عندك بالنظام كله، لكن واحده منهم اصدارها مختلف، المكتبه هذه ما راح تشتغل، البرنامج هذا ما راح يشتغل. ماشي، هذه مشكله البناء من المصدر. اذا كان البرنامج عندك غير مهيئ انه يشتغل مع توزيعتك انسى انسى. تمام، احيانا تضطر انك تغير توزيع كامل عشان برنامج ويصير الشيء هذا. تمام، ليش؟ لان التوزيع هذا يعتمد على مكتبات حديثه والبرنامج يطلب مكتبات جديده. تمام، عفوا قديمه. فاذا كانت توزيعتك مثلا، لو مثال بسيط، لو رحت دخلت على دبيان 7 وخذت من حزمه، حاولت تشغل على دبيان تيستينج او دبيان اللي هي اكسبيرمنتال، تمام، انسى تشتغل. ليش؟ لان هذه حزمه قديمة جدا مقارنة بهذه، فما راح تشتغل هناك. لذلك احيانا نواجه المشاكل هذه بدون ما ندري انه الاشكالية مع المكتبات. تمام، هذه فكرة البناء من المصدر. الاشكالية الوحيدة هي هذه بس، طبعا مشكلة الاعتماديات. اوكي، اذا حليت مشكلة الاعتماديات ترى كله سهل، كثير من الاشياء سويتها وبنيتها من المصدر لانه اساسا سهل اني اجمع الاعتماديات حقته، وكثير فشلت وما قدرت اسويها بسبب ان التوزيع الحالية اللي استخدمه تستخدم مكتبات حديثة ما تستخدم مكتبات قديمة. تمام، هذه أصعب شغلة ممكن تواجهها بحياتك مع النظام اللي هي بناء من المصدر، معروفة عند أغلب المبرمجين والمطورين أنه هي يعني كابوس مخيف جدا. البعض قال سأل قال شو استفيد؟ حاجتين، كان مستخدم يستفيد أنه إذا البرنامج غير موجود يعرف كيف يسوي له بناء المصدر، المبرمج أيضا يرتاح من موضوع أنه يسوي تحزيم لكل توزيعه، سوي برنامج بعطيك إياه ويقولك شغل على توزيعه بالطريقة الفلانية. أغلب البرامج لما تنزله كسورس راح تحصل مع ملف اسمه ريدمي، تفتح الريدمي هذا تحصل فيه الاعدادات كامله كيف تسويها. ايضا فيه بعض الملفات او بعض البرامج يجمع ملف اسمه كونفيجر، الملف كونفيجر هذا فائدته هو يقعد يفحص المكتبات عندك هل هي جاهزه ولا لا، بالنهايه يعطيك نتيجه يقول لك والله ناقصتك هذه 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 هذه، تجمعهم وتشغلهم. تمام، يعني صعب شوي انا عارف، تمام، وصعوبته انها تستهلك وقت كثير، ممكن تمر 10 دقائق الى ربع ساعه وانت تسوي عمليه معينه، بنهاية تكتشف انه في مكتبة هي تجي خلاص انسى. لذلك دائما حاول انك تحقق من المكتبات انها موجودة عندك بتوزيعه. ان شاء الله انتهى درسنا اليوم، بالدرس الجاي ان شاء الله تعالى راح نشوف كيف نبني برنامج بنجيبه، راح نمشي على الخطوات اللي تكلمت عنها اليوم، راح نشوف شلون نبني البرنامج هذا ونشغله. وطبعا راح اجيب برنامج وتوافق 100% مع توزيعتي، لاني ما عندي استعداد صراحة ادخل بالكابوس اللي تكلمت عنه قبل شوي. نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم بامان الله.